الواضح أنه الجدل في الكويت اللي بتفرزه الحملات الانتخابية ما بينتهي، وأمس في حلقتنا كنا تناولنا الجدل والغضب بسبب وثيقة القيم اللي انتشرت وقع عليها الكثير من نواب الإخوان والسلفيين وغيرهم من الطامعين في مزيد من الأصوات. الوثيقة ناس كثير سمتها وثيقة قندهار من كثر العجائب اللي في بنودها، مثل منع الاختلاط ووقف خرافات الطاقة وخدش الحياة على المنصات وغيرها. اليوم خبرنا مو بعيد كثير عن أحد بنود الوثيقة. أمس كانت في ندوة بعنوان ليش لمرشح اسمه شعيب المويزري، وخلال الندوة كشف شيء خطير جدا بتعاني منه الكويت من 10 سنوات حتى. يعني إذا حابين تعرفوا إيش هو أتفضلوا تفرجوا على الكليب. من الأمر والأمور الخطيرة اللي حدثت قبل 10 سنوات هي دمج تعليم الأطفال ذكور وإناث، وهذا من أخطر ما يجري في الدولة منذ 10 سنوات. لا يمكن أن نقبل أن يكون الطفل مع طفلة في مدرسة وقد يؤثر في مستقبله بسبب التوابل. فيا أخوان، لما طفل يقعد مع طفلة في مدرسة، أولاً هذا الطفل ينسخ كل ما يحدث قدامه، ستلقاه يتأثر في الأبلة، ممكن يروح البيت يحاول يقلد الحمرة والمكياج، فيصبح عندنا جيل ليس في قلبه غيرة لا من المرأة ولا على المرأة، لأن الأطفال هم أجيال المستقبل. فإذا تربوا من الصغر في تعليم مشترك، يعني هذا أمر بكل تأكيد راح يؤثر على الطفل، سواء من سلوكياته، من تصرفاته، أيضا في الجانب الديني، في الجانب الأخلاقي. يجب أن تعيد وزارة التربية والحكومة، يجب أن تعيد النظر في هذا الموضوع. طيب، مثل ما سمعت المرشح عن مجلس الأمة شايف أنه دمج الأطفال في المدارس خطر كبير، وقال أنه هذا الشيء مو مقبول وله تأثير على مستقبل الأطفال وسلوكياتهم. الفيديو انتشر من هنا، قامت الدنيا من هنا واستلمون الناس. في ناس أيدت كلامه وقالت أنه إيه صح، لكن الشريحة الأكبر استلمته فعليا وقالت أنه ترك كل قضايا الفساد وجلس يتكلم عن الاختلاط بين الأطفال في المدارس. ومعقول هذا الموضوع أخطر شيء بتعاني منه الكويت من 10 سنوات؟ وإيش دخل الاختلاط في الأطفال، في الغيرة على المرأة؟ المهم، من بعد هذه الحملة اللي صارت ضده طلع شعيب المويزري وغرد موضحا لأصحاب النوايا الحسنة فقط بحسب كلامه أنه هو ما قصد أطفال الروضة والمرحلة الابتدائية، بس هو قال أطفال، وحسب القانون الطفل هو كل شخص تحت 18 سنة، واعتبر اللي صار حملة منظمة ضده لتضليل الناس وإشغالهم. تعتقدوا أنه بعد ما نشر هذه التغريدة مثلا خلص الجدل؟ لا لا طبعا، الناس صارت تقول له يا ريتك ما غرت. Thank you.